شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو ده بيت لص عادل المنجد؟ أستاذ عادل المنجد؟ أيوه يا حبيبي، ده بيت لص عادل المنجد، وأنا أمه ودي بنته. طب بص يا حاجة، اديله دول خلينا نجدهم. ها؟ قولوا دول بتوع أحمد جالون. حاضر يا أحمد يا جالون، ماشي. طب سلام عليكم. عليكم السلام. إيه ده يا تيتا؟ هو بابا بقى منجد ولا يا سلام، ده بقى قسطى منجد قد الدنيا، ربنا يعلي مراتبه كمان وكمان. يا واد انت بس هتسقط قلب الكرسي ده. خليه يسقطه يا حبيبتي، وعادي لابني هيرجعه احسن من الاول. اف اف ايه؟ ايه هو كمان بقى ليه في التنجيد لفرنجي؟ وماله يا حبيبتي، مفيش فرق، اول ما يعمل بلافرنجي يعمله من الشمال لليمين، ولما يعمله بالبلدي من اليمين للشمال. اف اف، ايه القرف ده؟ شيل البرغوتات دي، مش معقول الذكاء اللي انت فيه وابنك طالع زيك كده بالذكاء بتاعك ده. طب اسكتي اسكتي، شات اب يو. لا يما، ده طالع ناصح، ناصح البياض. انا بصراحه عادل مجنني، قلب بلدي جدا اليومين دول، وخصوصا لما قرر يبقى منجد. اولا لا بقى بلديون غبره غبره. يا اختي ماله البلديون؟ البلديو يوكل يا حبيبي. واسم النبي حرص ابو ياسمين، نجد لغايه دلوقتي كم مرتبه وكم لحاف يا اختي؟ كتير قوي كتير، وزباينه كده كده. انا بصراحه برستيجي باص وسط اصدقائي واعدائي من ساعه ما ابتدى يبقى منجداتي. وماله المنجد يا حبيبتي؟ مفيش احلى من شغل المنجدين وفلوس المنجدين، ده المثل بيقول المنجدين في نعيم. اتهد بقى. القطن الليلة لتعيدوا، يا رب تبارك تبارك وتزيدوا، يا رب تبارك يا رب يا رب تبارك يا رب. السلام عليكم يا دولة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دولة خالت أم إبراهيم بعتلك الخدايتين خدايتين. يوه بص، بعتلك دولت وبتقولك بقى نجدهم كويس بقى يا أستا دولة بقى، وتوصى معاها بالقطن. حاضر يا سيدي حاضر. طيب مش عايز حاجة بقى؟ لا عايز حاجة ايه، ما تقعد يا تساعدني يا ياض. لا يا دولة بقى، ما انا صبي بقى مش معلم زيك كده. ياض الناس كده هتاكل وش ياض، لازم تبقى معلم. يا دولة هو ده وش يتاكل اصلا؟ دولة يا اصلا يا دولة بص، انا منى عيني كده هون بقى اموت واعيش كده هون وانا صبي، مش نفسي ابقى معلم خالص. ياض هتتعلم غصب عنك، المعلم اما بيعلم الصبي بيبقى معلم زي. اقعد ياض. يا دولة ما انا كل ما حد اعمل كده هون بقى بتيجي على رجلي. ياض اقعد ياض، سهلة بص، امسكها كده اهو، وبعدين بتعمل كده اهو، واخد بالك؟ ماشي. يعني ادي القطنه وبص، انا معاك. تقوم عامله كده اهو، ماشي. ها يقوم موديه الناحيه الثانيه، خد امسك. انت عارف يا دوله التماثيل دي جات لها الربو من كتر القطن اللي هو في الهزار على فكره. عشان ايه التراب كل شويه؟ يا ابني ده سهل جدا، بص اقعد اعمل كده اهو، هتلاقي ايه القطن كله عمال بيطير. انا امسك كده. اه يلا يا دوله. يلا استنى 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 استنى، اجيب لك رجل المقشه، اجيب لك رجل المقشه. رجل الكنبه دي، رجل الكنبه. يلا يلا. طب ما هو طب ما هو انا اعمل كده هون وانت تضربه بقى براحتك. اهي شفت سهله ازاي يا دوله؟ احنا ليه يا دوله بنقعد نضرب القطن كده؟ عشان ما بيسمعش الكلام يعني. ليه يا دوله بقى مش بيسمع الكلام اللي بنقوله له؟ ما بيسمعوش عشان بيكذب يعني. اه بيكذب. مع اني اقول لك بقى القطنه ما بتكذبش. مش حقيقي القطن بيكذب. قربي يا مدام، قربي يا انسه، القطن عندنا من الصبح بيتضرب ولا اشتكى ولا قلقان. احلى مسا على الاسطوات. الله يخليك. ازيك يا دحته؟ ازيك يا استا عادل؟ بقول لك يا استا عادل، انا ابن خالتي فرحه بعد بكره، تمام؟ ورشح لي حد منجد كده ينجد له الحاجات اللي عنده، وانا رشحتك في الدور ده. يا سلام، زين ما اخترت يا ولا حته والله. حبيبي ده دوله، ده هو احسن واحد يضرب قطن في المنطقه كلها في البازار. بقول لك يا استا عادل. ايوه. بقول يا عم انت يا عم، عايزك تطور رقبتي بقى مع ابن خالتي وتنزل لي كده ايه بكرانيش كده من الجناب. ده على اساس انا منجد يعني؟ ماشي يا عم، عينيا يا سيدي. حبيبي يا معلم، وادي بص العربونه اهو، وادي العنوان. استبينا استبينا يا سيدي، يعني متشكرين حته انك انت فاكرنا يعني. ربنا يخليك يا استاذ عادل، يا رب ويعلم مرتبك قادر يا كريم. بقول لك ايه يا استاذ عادل؟ انا بعمل كل ده حبا فيك ليس الا، خلي بالك. اه ما انا عارف طبعا، امال يعني هتبقى عايز حاجه ولا انت عايز حاجة؟ لا مش عايز حاجة يعني يا استاذ عادل. قول يا ياض، قول ايه المصلحة ايه بقى بينا يعني؟ مصلحة واحدة يعني بس، ادام المصلحة واحدة يبقى الجزيرة اتنين، وانا كده يبقى ليا عندك 10% من اي عربون بينزل على مخدتي يترمى. عينيا عينيا. اه اه اديله دول. لا يا استاذ عادل اديله دول اهو. اهو يا جدعان، يلا يلا ادي على طول. يلا رجد على طول يا عم، اديله دول رزق يا جدعان. يلا نحط بقى في نكيس بقى نكيس. بص
بص يا معلم صابر. إيه, ايه 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 انت اللي هتقعد تتكلم عن معلم صابر؟ امال انا اساسا جايبك معايا ليه؟ معلش يا دول معلش نسيت. بص يا معلم صابر. ما انا قلتها دي. انت بنفس الاداء؟ ما تتفش الموضوع. ماشي. بص يا معلم صابر احنا صراحة يعني انا اتقصت وعرفت. اتقصت يعني ايه؟ اتقصت يعني من الطقس. ما تتفهش الموضوع. اتقصت وعرفت ان انت يعني من اكبر التجار في الشغلانة دي. واحنا داخلينها عند فحد كده اهو صح؟ مظبوط مظبوط يعني انا بلا تواضع يعني على قد برضه العبد الله يعني الفقير برضه. يا سلام على التواضع بتاعك يا معلم. انا اصلي صراحه يعني داخل فعلا زي ما رمزي المساعد بتاعي بيقول انا داخل الشغلانه دي عند في واحد يعني. ايه بقى الشغلانه هتقولها وعند في مين؟ ما انا عايز اعرف. انت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ ما انا بتكلم مع الراجل. ما انا عايز اعرف مين اصلا. واحد انت وانت عارف كل اصحابي؟ لا. طيب بس انا عايز اقول لجنابك ان الشغلانه دي صعب عليك مش اي حد يشتغلها يعني. يعني ايه مش اي حد يشتغلها؟ انا شغالها بالفعل يعني انا بطور منها بقى دلوقتي يعني مثلا دلوقتي انا عايز 10 قناطير قطن طويل التيله وخمس قناطير قصير التيله. انا مش عايزك تخش على الشغلانه دي بصدرك، صدرك هيوجعك حرام. بالعكس انا صدر واسع وداخل عليها بصدري ومش هممنا اي حاجه يا معلم. الله عليك يا دولع. انت بتخمس في وشي؟ مش بخمس ولا حاجه انا بس عشان العين يعني بقول لك 10 و5 وكده يعني. ماشي هعديها لك المره دي بس في حاجه انا عايز اقول لك عليها. الامانه صح النهارده بالذات سعر القطن زاد 50 جنيه مره واحده. الله عليك. الله بص حظك. حظي ايه يا هبل؟ ده زاد عليا يعني. بس 50 جنيه دول كتير برضه يا معلم يعني. اعمل ايه؟ مش بايدي اسعار السوق وانت عارف ان المرتب شغاله ليل نهار على طول. ماشي كله على قفا الزبون. يبقى خلاص جهز لي الطلبيه وقول لي انا جاهز. بس ايه كده؟ لا بلا مؤاخذه يعني انا عايز اقول لك على حاجه. انت عايز الطلبيه بتاعتك ببذر ولا من غير بذر؟ بيفرق في السعر طبعا. أمان. لو بذر ارخص. لا انت اللي هتتعب وتقعد تنقي. لا مش اشكال هاتهولي ببذر انا عندي اللي ينقي. ايه جزيرة القطن اللي انا بقيت فيها دي يا دولة بقى؟ بقول لك ايه؟ لا الرز وانت ساكت ياض، البذر وانت ساكت. يا دولة انا عينيا اتمققت من كتر التنية بقى يا دولة، انا نظري مش مستحمل يا عم. بص قد ايه؟ بص قد ايه؟ يعني انت عايزنا نسيب البذر جوه القطن وبعدين نعبي بيه المخدات؟ طب وايه يعني يا دولة؟ طب ما نحطها وحد شايف. هو ايه اللي حد شايف يا اهبل؟ بعد ما ننجد والناس يستلموا بقى ايه المراتب والمخدات بتاعتهم، لو بس شوية مية جت على البذر ده، البذر ده يزرع. دولة ده انا اللي زرعت بين عينيا. انا زهقت. شغل يا واد. في ايه يا تيتا؟ مالك عمال تقلبي كده ليه؟ المرتبه دي مش عجباني خالص. ليه بس يا تيتا؟ دي احسن مرتبه في السوق، دي فايبر وسوست. انا لا بحب الفايبر ولا السوست. امال بتحبي ايه؟ بحب المرتبه البلدي، المرتبه القطن اللي تعودت عليها طول عمري. طب خلاص خلي بابا يعمل لك مرتبه زي اللي انت بتحبيهم عشان تعرفي تنام. انا هخليه يعمل لي كده، يا ابيع المرتبه دي واخليه يعمل لي مرتبه قطن عشان انام قريره العين زي رانيا ما بتقول. بيبي بتاعي انا بقى من جداتي قد الدنيا، اكبر من جداتي جابته مصر المحروسه. عادل اتوصي بيا شويه. حاضر يا ماما، يعني هعمل لك المرتبه بتاعتك. بصي هتبقى زي الفل ما تقلقيش. طب زود القطن شويه يا حبيبي. حاضر هخليكي طول ما انت نايمه تقعدي تدعي لي صراحه. يا حبيبي انا بدعي لك على طول. وانا كمان هدعي لك ربنا يجعله من حدك ونصيبك. ايه المنتقمه دي؟ ايه مالك في ايه يا نجلاء؟ رانيا ما تقومي تجيبي المرتبه بتاعتنا عشان ننجدها معانا بالمره. بس المرتبه بتاعتنا مش محتاجه منجدات يا حبيبي. حبيبتي انا دلوقتي بقيت خبره وعارف ايه اللي ينفع يتنجد وايه اللي ما ينفعش يتنجد. المرتبه بتاعتنا صراحه بيبقى فيها شويه كلكعه، انا دي عايز اعملها واظبطها عشان تبقى زي الفل. يلا خد الحبه. هاتيها يا رانيا، هاتيها يا رانيا، ده قسطه ومش اي قسطه، ده قسطه بحقي وحقيقي. ربنا يعلي مراتبك كمان وكمان يا عادل يا ابن بطني. يا راني خير؟ في ايه؟ الجريمه اللي انت ارتكبتها في حق المرتبه دي. ايه مالها المرتبه؟ ما زي الفل. ايه دي زي الفل؟ دي زي الفل؟ انا معايا هزاع
زي دي دلوقتي؟ ايه اللي مضايقك فيها بس يا رانيا؟ ما هي مالها؟ عشان الحته دي مثلا كده ولا ايه؟ انت نكدت عليا يا عادل، وبدل ما تطلع من نكدتي طلعت من نكدتي. رانيا لو سمحتي بلاش تلاعب بالالفاظ، يعني منكد ومنجد وبتاع لا مالهاش لازمه. قولي ليه اللي مضايقك وانا اعمل اقول. اتفضل حياتك اظبطها عشان عايزه انام. اتفضل اعدل الكلاكيع اللي في كل حته دي. حاضر. كل حته مكلكعه لوحدها. اطلعي بقى نامي كده. اطلعي كده؟ اه يا ابني اعدل المرتبه. استنى بص بص، ما هي عادي الحته اللي انا انام فيها بتتظبط. اطلعي انت بقى ايه نامي هنا اهو. لو عايزه تقلبي كده قولي لي انام لك كده مثلا. عادل ما تعصبنيش يا عادل، ما تعصبنيش. انا مش فاهم ايه اللي مضايقك بس. وبعدين المرتبه اللي انا عاملها لماما طالعه زي الموز، مسطره ما فيهاش حاجه، ما اعرفش ايه الكلكعه اللي جت هنا دي.